ليك. اي انت قد من روحك سيدي المستمعين؟ اي اني ادم صياح. اي عمري 13 سنه. 13 سنه نقرا سنه 7 اساسي. تقرا 7 اساسي، تبارك الله ما شاء الله. وانت عازف على اله الجيتار، قل لي هالعشره ذي قديش عندها مع اله الجيتار؟ 6 سنين. 6 سنين مع اله الجيتار، مال اكيد راك حققت تبارك الله خطوات متميزه، خطوات مزيانه. ومعانا ايضا فاطمه زهره صياح. فاطمه صباح النور. صباح الخير. شو احوالك؟ الحمد لله. نورتينا. عايشك. قل لي العمر قداش وفين قسم تقرا؟ انا فاطمه زهره، عمري 17 سنه. اي تبارك الله. ونقرا دوزيام لتر في ليسي دار لامان. سنه ثانيه اداب في معهد دار لامان، تبارك الله على بنتي. الاداب تمشي مع الموسيقى. الجماليات واللغه والادب، تبارك الله على بنتي. قل لي هالآلة هذه قداش عندك عشرة معاها؟ 6 سنين زادة. 6 سنين زادة مع بعضكم. وتتدربوا في نفس الإطار مع بعضكم. وتتفاعلوا وتعزفوا مع بعضكم، عندكم أعمال مشتركة. بهاي نمشي. والآدم، آدم مش بسمعنا سيدي؟ أستورياس. أستورياس، يلا بينا يا سيدي مع آلة الجيتار بأنامل المبدع الصغير الحالم آدم صياح. يلا يا أدومة. تصفيقة، تصفيقة كبيرة. تبارك الله على ولدي ما شاء الله يا سيدي، تمهر كبير. إن شاء الله تواصل مع الآلة هذه وتواصل فيها المسار الإبداعي الموصول بفن العزف، بفن الموسيقى. أكيد ثقافة كبيرة ودربة كبيرة وغرام كبير. أكيد الغرام مش يوصلك للقمة، قمة مزيانة برشا، قمة الإبداع وقمة النجاح وقمة المعرفة، القراية، العلم مع الفن، حاجتين مزيانين برشا يا آدم. أكيد نتائجك راهي مزيانة، ما فيش حتى شك، ما دمت بارع وماهر في العزف، وما دمت يعني معاشر فن الموسيقى وهذه الآلة المزيانة اللي بين يديك. أكيد إن شاء الله نتمنى لك أنك تحقق كل أحلامك. وأنا نقرأ في وجهك توا، نقرأ في عينيك حلم كبير أكيد. إيش تحب نهار آخر؟ إيش تحب تبلغ في مستوى المعرفة في العلم؟ إيش فين تحب توصل؟ قول لي. مازال يعني مخليها بطبيعتها يا سيدي. وفي الفن راسم طريق ولا هكا تعزف وتتعلم؟ راسم ولا انت تحب تبقى عازف ولا تغني؟ عازف. ان شاء الله موفقة. نمشيو الفاطمة الزهر صيح. فاطمة هيا قل لي، الفن هذا، الغرام هذا، شكون اخذك للعالم هذا؟ اصحابك، والديك، النوادي؟ قل لي كيفاش كانت بدايتك؟ هو انا ملي صغيرة نشوف الآلات الموسيقية تجذبني ديما للكمانجة. ديما نحب نعمل من 6 سنين 7 سنين نحب نعمل فيولون. ودارنا زادة ما تشجعوا الحكاية دي، وحاولوا مش أني ندخل كونسيرفاتوار. حتى فيها ممتاز جدا. هاي راه خوذك الآلة بين يديك، عندكش حاجة فردية ولا مش تعملوا حاجة جماعية زوز؟ باش نعملوا حلوة يا بلدي ومحبوبي مع بعض. حلوة يا بلدي مع آدم وفاطمة الزهرة. يلا بينا ننطلق. Thank you.
تبارك الله على ولادنا وبالفعل فخرة بلادنا. هذه مفخرة حقيقية. الأنامل الموحية الرائعة تبارك الله ما شاء الله. إذا مشيتوا معنا حلوة يا بلدي وخرجتوا بنا يا محبوبي ما شاء الله عليكم. تبارك الله مع آدم الصياحة وفاطمة الزهرة ربي يفضلكم مستمعينا الكرام. هذا هو ولادنا. هذه هي تونس. تونس الإبداع، تونس الروعة، تونس الجمال، تونس السلام، تونس المحبة، تونس الطمأنينة، تونس العلم، وتونس المعرفة، وتونس الاعتراف بالجميل. فاصل غنائي مستمعينا الكرام ثم نعود في فقرتكم الأسبوعية.